النهارده التشكيل المثالي لشبكه سوفا سكور العالميه للاحصاءات. النهارده كان في تقرير عن هذا الامر، حصول النادي الاهلي على الاعلى تقييم بواقع 7.2، عشان يكون النادي الاهلي هو افضل فريق من حيث الاداء العام في الادوار الاقصائيه، وده اللي ده احنا دايما بنتكلم عنه، انه النادي الاهلي بيبقى مختلف في الادوار الاقصائيه. النادي الاهلي بيبقى النادي الاهلي في الادوار الاقصائيه. النادي الاهلي خد في السوفا سبورت حصه الاسد اللي هيمنت على التشكيل المثالي السنوي لهذه البطوله. عموما الكلام ده كله هتلاقوه موجود في التقرير، لانه انا بس اللي يهمني ان نعرف قد ايه النادي الاهلي، مش بالكلام. أنا ليه بجيب الإحصائيات دي تحديدا؟ عشان الإحصائيات دي تحديدا بتوري لكل الناس، لكل الناس اللي هم خلف خلاف اللي هم دايما يقولوا إيه؟ لو النادي الأهلي يمين هم يقولوا شمال، لو النادي الأهلي شمال هم يقولوا يمين. أنا بقول للناس دي إن مش كلامنا ولا كلام حضراتكم ولا كلام جمهور الأهلي ولا كلام جمهور مصر، ولكن دي مواقع إحصائية بيكون عندها هذه الإحصاءات وفق برامج تكنولوجية معينة، بيبقى من خلالها يبان من هو النادي الأفضل مثلا في الأدوار الإقصائية كما تم التوضيح. النادي الأهلي فاز بحصة الأسد في هذا التشكيل بناء على هذه الإحصائيات، مش بناء على الحب والكره، خلاص الحب والكره والكلام اللي احنا بنسمعه ده، مش بناء على كلام كابتن جهاد جريشه وكابتن رضا عبد العال، لا، ولا كابتن اسلام ولا كابتن محمد ولا كابتن شوبير ولا كابتن حد، لكن ده بناء على الاحصائيات اللي بنشوفها في كل مكان.